وللتعليق على تفشي وباء كورونا والإجراءات التي تتخذها دول العالم في مواجهته ولكل ذلك النقاش في كل تلك المواضيع، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الطبيب المصري الدكتور مصطفى جويش. مرحبا بك دكتور مصطفى. دكتور، الأرقام يعني بين يعني تصاعد وهبوط في بعض الدول ودول أخرى، حصيلة الإصابات بلغت 168 ألفا وعدد الوفيات شارف على 7000، الانتشار طال 142 بلدا. إلى أي مدى تعتقدون أن منحنى الفيروس في تزايد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو كان إعلان منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء الماضي 11 مارس أن الكرة أن الكورونا أصبحت جائحة أو وباء عالمي. يعني كلمة جائحة تعني أن أصبح خارج السيطرة، لكن كان صح قالوا إحنا نعمل في حد من الانتشار. يعني الفكرة حاليا هو الوقف انتشار المرض، والحقيقة في عندنا تجربة ناجحة في الصين، أصبحت حاليا نوع من التحكم في انتشار المرض، اصبحت الوفيات بتقل والاصابات بتقل. لكن هو كان اللافت للنظر ان في عندنا دول ثانيه بدا يظهر فيها تفشيات وبائيه بصوره غير متوقعه. يعني مثلا اوروبا اللي كنا بنعتبرها العالم الاول او العالم المتقدم، وجينا بالمرض ينتشر فيها انتشار النار في الهشيم. يعني عندنا ايطاليا ثم المانيا، وامس اصبحت اسبانيا هي من اعلى دول العالم خارج الصين في هذا الانتشار. في بريطانيا الحكومة تبنت موضوع اسمه مناعة القطيع على سبيل المرض ينتشر بحيث يصيب كل ال 60% من السكان. ألمانيا قالت عايزين 60% بصوا. محققة تلك الأمور كانت غير متوقعة، لكن هي الصحة العالمية حاطة الضوابط لضبط هذا الأمر. قالت لازم يكون عندنا قدرة على اكتشاف الحالات وعلاجها وعزلها ومتابعة التفشيات الوبائية والحد منها. والحقيقة كان الأهم هو التنسيق العالمي في مجال البحوث لإنتاج مصل لقاح واقي أو علاج. قبل أن نصل إلى هذه النقطة دكتور مصطفى لو سمحت، بعد أن كانت إيران تتصدر الدول الحاضنة للفيروس أصبحت إيطاليا تسبقها، وأصبح الانتشار في أوروبا كثيفا كما تفضلتم، ما الأسباب التي جعلته كذلك؟ بالنسبة لإيران كان عندنا إشكالية كبيرة جدا في موضوع التكتم في البداية وإنكار أن فيه مرض وعدم ورفض المشاركة الدولية في هذا الموضوع. عند الوقت ما ظهر في وفيات وظهر تفشي الوبائي في مدينة قم تحديدا، ده الحقيقة كان سبب الكارثة. وكان في التقرير حضرتك ذكرتوه من لحظات ان الارقام يعني ممكن تكون غير دقيقة بالمعنى الاحصائي السليم لانها خارج الاشراف الدولي. لكن الحقيقة الاجراءات اللي اعلنتها ايران بغلق التجمعات الدينية او الشعائر وما الى ذلك ممكن يكون لها اثر وإن كان غير ظاهر، لكن الخطورة في إيران إن جميع الدول المحيطة كان مصدر العدوى لها إيران، سواء كانت الإمارات أو قطر أو الكويت أو العراق. فدي ده كان جانب تاني من جوانب المأساة بالنسبة لإيران. لو انتقلنا لإيطاليا، إيطاليا المجتمع بطبيعته مجتمع جدا، عندهم الأحضان والقبلات والحفلات والسهرات منتشرة جدا، فأصبح انتشار المرض سهل. الحاجة الثانية يعني عندهم نسبة كبيرة جدا من السكان فوق 60 سنة، فكبار السن دول اصلا اصبحوا فئه مستهدفه سهله النيل من ذلك الفيروس الشديد الانتشار والقوى الشديد الفتك بالمصابين. ده دكتور يعني سمعتك تتكلم عن سياسه القطيع، وهناك اكثر من دوله اوروبيه تكلمت، اكثر من مسؤول اوروبي تكلم عن هذا الموضوع، ما المقصود به لو سمحت؟ هو معروف عندنا في علم الوبائيات ان احنا لو عندنا تطعيم معين وطعمنا من السكان مثلا 80% او 70%، نفترض مثلا الحصب نفترض في الاطفال او الحصب الالماني، لو طعمنا نسبه كبيره من الطفاء المستهدفه بيبدا المرض ينحسر تلقائيا، بتتولد يعني زي مناعه مجتمعيه ضد هذا المرض. فكانت النظريه عند الحكومه البريطانيه انها تعمل كده، فكان الاعتراض من الصحه العالميه ان المرض اصلا مالوش تطعيم، فانت بتتكلم في ايه؟ قالوا لا احنا نسيب الناس يمرضوا، لأن نسبة الوفاة حاليا نسبة متدنية حوالي 2.5% أو 3%، وبالتالي المجتمع ياخد مناعة. لكن طبعا هي دي سياسة يعني خاطئة، هي سياسة نظريا لكن على الواقع العملي أعتقد أنها خاطئة، ولابد الحكومة البريطانية تتراجع عنها لأنها ممكن تفشل وتؤدي بوفاة الكثير من الشعب البريطاني. طيب
نحن يعني من جانب آخر هناك كما تعرفون دكتور آثار كبيرة لهذه الجائحة كما تسمونها التي اجتاحت العالم. على سبيل المثال منظمة اليونسكو تقول أن أكثر من 776 مليون طالب حول العالم انقطعوا عن الدراسة بسبب الفيروس. إذا كان العزل هو أحد الطرق للحد من انتشار الفيروس، لماذا إذن تفتح بريطانيا مؤسساتها غير متخذة هذا الإجراء؟ هو بريطانيا مع الأسف واخدة الجانب المعاكس للعالم كله. العالم كله قال نعمل حجر وعزل والبعد عن التجمعات وما إلى ذلك. كانت السياسة البريطانية بتقول، يعني ده كلام رئيس الوزراء من الأسبوع قبل الماضي، قال إحنا عايزين 70% من السكان يصابهم، يعني 47 مليون ممكن يموت منهم مليون، ويمكن كل أسرة تحزن على فقد أحد أبنائها في سبيل أن المجتمع يجيله مناعة طبيعية. طبعا دي نظرية، يعني النظريه اعتقد انها نظريه خاطئه وغير مجديه، لان هو كده بيضر المجتمع لعدم وجود تطعيم اصلا. يعني فكره والحاجه الثانيه ان الفيروس نفسه يتحور، يعني عندنا حاليا كوفيد اس وعندنا كوفيد ال، عندنا نوعين من الفيروس حاليا، ممكن يكون فيه ثلاث انواع، فاذا هيدي مناعه لاني نوع فيهم. الحقيقه هي يعني كلام غير يعني منطقي وغير تعتقدون واقعي. دكتور ان العزل والحجر هي سياسه مجديه ولا بد بالطبع منها؟ طب بالطبع الاجراءات الوقائيه المتبعه طول عمرنا في الوبائيات، وحتى دي الرسول عليه عليها، لو وجدتم الطعام في مكان لا تدخلوا منه ولا تخرجوا منه، ده الحديث الشريف، وده القاعده ان داخل مكان يفضل مكانه، اللي في الخارج ما يخشش. وبالتالي وده اللي الصين عملته فعلا، ان منطقه هوبي اللي عاصمتها ووهان عملت حظر يعني صارم على تلك المنطقه، عدم الخروج من المنازل نهائيا، وبالتالي قدرت تتحكم في انتشار المرض. لكن لو سيبنا الموضوع في التنقلات والمرض اصلا سريع العدوى وسريع الانتشار، فدي هتبقى كارثه يمكن العالم كله يعاني منها. والحاله المقابل ايضا امريكا نفس الكلام، يعني حتى ان ترامب لما يتخذ اجراءات حاسمه في هذا الموضوع، هذا دي يعني دي الحقيقه التضارب في الخطط ممكن يبشر بكارثه عالميه لا قدر الله. اها تمام. طيب دكتور، يعني بالانتقال الى دولنا العربيه ومنظوماتها الصحيه المتهالكه مع الاسف، الى اي مدى يمكن ان تصمد امام هذا الوباء العالمي؟ بالنسبه للمنطقه العربيه كان عندنا مؤشر امريكي اسمه مؤشر الجي اتش اس، او مؤشر الامان الصحي العالمي، او القدره على مواجهه الاوبئه والكوارث الطبيه. والحال المؤشر ده والصحه العالميه اعتمدته، بيقسم المنطقه العربيه عندنا 21 دوله عربيه الى بالترتيب. طلع ان قالوا ان السعوديه، قطر، الامارات، الكويت، الاردن، المغرب، يمكن دي الفئه الاولى، وبتقع مصر يمكن في المنتصف عند رقم 9. بنلاقي الفئه الاخيره بتبدا من العراق والجزائر وليبيا واليمن والصومال وجيبوتي، دول اخر المجموعه. فبالتالي لا توجد جاهزيه في معظم الدول العربيه لمواجهه تلك الاخطار. عشان كده نلاقي ان الصحه العالميه قالت في اعلان الجائحه ان هي بتمد يد العون الدوليه ل 47 دوله على مستوى العالم، بتمدهم بالكواشف والامكانيات. لكن الحقيقه لما حتى لو ادتهم كواشف، المنظومه الصحيه نفسها مهترئه، لا توجد منظومه صحيه قادره على مواجهه ذلك الوباء. حضرتك تفضلت في التقرير السابق باليمن كمثال. اليمن الحقيقه انا فوجئت ان الشمال والجنوب عاملين نفسهم يعني ضد بعض، طبعا دي كارثه، بالاضافه الى انتشار اصلا المجاعات والكوليرا، يعني عندهم اوبئه اخطر من الكورونا بكثير. بالنسبه للوضع ايضا العراق ترتيبها في المؤشر جي اتش اس اللي هو الامان الصحي رقم 13 او 14، فبالتالي بالنسبه ل 20 دوله، فايضا لا يوجد نظام صحي قوي يقدر يصد امام تلك الاوبئه سريعه الانتشار وسريعه العدوى. نعم. طيب دكتور مصطفى، لو سمحت، الحديث الان اصبح يعني في الاعلام بشكل كبير عن ان الصين وامريكا تتكلمان عن لقاح للفيروس، هل برأيك يمكن أن يعني يزيد ذلك من فرص الأمل بين يدي هذه الأزمة الكبيرة؟ معلش سؤال ثاني بعد إذنك، كنت أطرح سؤالا حول ما تتحدث عنه الصين وأمريكا من اللقاح مضاد لهذا الفيروس، قد يعطي أملا للمصابين وللعالم بأنه يمكن التغلب على هذا الفيروس الذي خرج مؤخرا. الموضوع اللقاح بالأمس أمريكا أعلنت أن في بدأت تجربة لقاح على البشر، لقاح يعني وتم اختباره عمليا على الحيوانات، وبالأمس جت متطوعة، وده بيكون عدد المتطوعين قليل، يعني 5 أو 6 متطوعين،
ولا متطوعين حقيقه. تم حقن اول متطوع بالامس، لكن ده بياخد وقت شهور على ما يبداوا يقيسوا المناعه عندها اتكونت ولا ما اتكونتش. بعدها يبدا يعمل على مجموعه تانية ايضا متطوعين، ثم بعدها ينتقل الى التجارب السريريه في المستشفيات على اعداد محدده. الحال الموضوع ده مش ياخد اقل من 18 شهر لسنتين، يعني الموضوع وقت فعلا. أمواله ينتهي في شهر يونيو 2021، يعني قدامه سنة ونص على ما تبان نتائجه، ونتائج عملية، نتائج عملية طبية يصلح للتعاطي البشري ويكون له فوائد فعلا. يعني نسأل الله العفو والعافية دكتور مصطفى جويش، نتمنى السلامة لكم ولجميع يعني البشرية من هذه الأزمة الكبيرة.